نيو تك. عسلامتكم ومرحبا بكم في نيو تك. اليوم باش نحكيو على اخر اصدارات شركة سوني في عالم الهواتف الذكية. العملاق سوني اكسبيريا 1 مارك 2 يجينا بكران 6.5 بوس، 2 كاميرا 12 ميجا بيكسل والاخرى لتصوير الماكرو. السوني اكسبيريا 1 يجينا بستوكر 512 والرام 12 جيجا. البروسيسور باش يكون سناب دراجون 865 5G والباتري باش تكون بسعة 5000 ملي امبير. السوني اكسبيريا 1 مارك 2 نلقاوه ب 5300 دينار. نيو تك. بعد الترواجي والكاتجي قريبا السانجي مش يبدا العمل به في تونس، واللي باش يكون عنده برشا منافع. اليوم باش نحكيو على كيفاش يقع الاستفاده منه في الجانب الصحي، خاصه مع سرعه الانترنت اللي باش تكون موجوده فيه. وحسب ما داولت بعض المواقع انه باش تقع الجراحه عن بعد والفيديوهات باش تكون بدقه عاليه حتى تكون الرؤيه واضحه للاطباء الجراحين عن بعد، وباش تؤدي مراقبه صحيه للمرضى على اكتشاف المرض في مراحله الاولى. وتقنيه السنجي باش تكون اقل ضرر على صحه الانسان والبيئه. هذه كانت نيو تك لليوم، خليكم برونشي على الحياه تفهم. نتقابلوا غدوه في نيو تك جديده. باي باي. نيو تك.